ألعاب الفيديو موجودة من الثمانينات، وطبيعي أن ألعاب كثيرة تتشارك بالأفكار، وبعضهم حتى يستنسخ بعض أفكار الألعاب ثانية، وهذا يسبب الملل والتكرار في الألعاب، وتصير الأفكار دائما محدودة وما يكون في أي مجال للإبداع فيهم. لكن في بعض الألعاب تكون فيها أفكار مميزة وغريبة، وحتى ما تتوقع أن في لعبة يسوونها من أفكار مثل كذا. أول لعبة معنا هي لعبة Paper Please. هي لعبة راح تخليك تلعب بدور موظف جوازات، واللي بس وظيفته أنه يختم على الجواز بختم مقبول أو مرفوض. الفكرة تبدو مملة، لكن اللعبة تقدم أسلوب مميز في اللعب، بحيث يكون في حوارات تختارها مع الناس، وأيضا تستخدم أدوات تساعدك مثل غرفة الأشعة، بحيث تشوف لو الشخص فيه مهرب شيء معاه أو قنابل، وبعدها لازم تتأكد من المعلومات اللي تكون مكتوبة في الجواز وفي الأوراق اللي عندك وتكون مطابقة للمعلومات، ويكون في أحداث متنوعة ثانية مختلفة تحصل فيها، مثلا تجيك رسائل مشفرة من إرهابيين يبونك تنضم معاهم، أو يصير عملية إرهابية تخرب عليك يومك. وفوق هذا كله بيكون لازم انك توفر مصروف يومي لبيتك والكهرب واكل لك ولعيالك. اللعبة فيها حاجات كثيرة متنوعة ما تتوقعها. ثاني لعبة معانا هي لعبة The Stanley Parable. جرت العادة في الالعاب لما يكون في راوي ويطلب منك انك تسوي اشياء فيها انك تطيع امره، لانه بيكون في النهاية في مصلحتك، لكن هذه اللعبة تخليك تعصي كلام الراوي، وهذا الشيء راح ينتج منه حاجات كثيرة. انت موظف في شركة، ويوم من الايام صحيت من غفوة في المكتب ولاحظت ان جميع الموظفين اختفوا. بعدها تسمع صوت الراوي يقص قصتك ويحكيها، مثلا يقول مشى فهد في طريق طويل، واخره لقى بابين قدامه وفتح الباب اليمين. هنا انت كلاعب تقدر انك تسحب على كلام الراوي وتعانده وتروح وتفتح الباب اليسار، وراح يتلعثم ويحاول يرجعك للطريق اللي يبغاه كل شوي، ويغير في الخريطة والمعالم، وانت تقدر تعانده أكثر وأكثر. وهذه متعة اللعبة، فيها نهايات متعددة وقصة غامضة فكرتها جدا مميزة. وثالث لعبة معانا هي لعبة A Normal Lost Phone. تخيل انك تمشي ولقيت جوال ضايع، وش بتسوي؟ هنا في اللعبة هذه راح تضطر انك تفتح الجوال وتنبش في المحتويات اللي داخله. يعني اللعبة هذه موجهة للملاقيف اللي يحبون يشوفون جوالات الناس، بس طبعا هنا راح تستكشف حاجات كثيرة جدا في اللعبة، بأنك تبحث في الرسائل والصور والمعلومات اللي داخل الجوال، وتكتشف أسرار مخبأة موجودة في الرسائل والصور والتطبيقات. اللعبة تعتبر لعبة الغاز بفكرة جديدة. رابع لعبة معانا هي لعبة PC Simulator. اللعبة هذه مخصصة للناس اللي تحب تركب أجهزة كمبيوتر من الصفر، أو حتى للناس اللي مهتمة تعرف كيف تركب. في هذه اللعبة راح تلعب في وظيفة شخص يشتري قطع كمبيوتر ويركبها للناس، وبيكون تجيك طلبات تركيب الأجهزة من الزباين، وكل واحد منهم له مواصفاته الخاصة. المميز في اللعبة أنها تحاكي الواقع، بحيث القطع الموجودة فيها تفاصيلها جدا دقيقة، وحتى طريقة تركيب القطع فيها يحاكي الواقع. يعني اللعبة هذه راح تعلمك كيف تركب جهاز كمبيوتر من الصفر بكل احترافية، وطبعا راح تقدر انك تطلب من مواقع داخل اللعبة قطع للزباين عشان تركب الجهاز لهم. اللعبة هذه بتعطيك احساس الدوام من غير دوام. خامس لعبة معانا هي لعبة Power Wash Simulator. هي لعبة تخليك تعمل بوظيفة غسال الأشياء، يعني تمسك هوز موية قوي وترش فيه وتنظف الأوساخ من الأشياء، وراح يجونك ناس يطلبون انك تنظف بيتهم أو الجراج أو سيارتهم. وفي أشياء غريبة بعد راح تنظفها، مثل سيارة على القمر. اللعبة فيها مهمات جانبية متنوعة، وبعد ما تخلص من وظيفة واحدة راح يكافئونك بفلوس تستخدمها عشان تطور أدوات التنظيف اللي عندك، وأيضا تستخدم أدوات مثل السلم عشان توصل للأماكن البعيدة. اللعبة مميزة وبتخليك تنظف لساعات من غير ملل. وسادس لعبة معانا هي لعبة Return to Obra Dinn. اللعبة هذه جدا مميزة وأخذت فكرة بسيطة. الفكرة هي الاستماع للمحادثات، ففي اللعبة هذه راح تسمع أصوات محادثات أشخاص في شاشة سوداء، وبعدها راح تطلع الصورة وتشوف فيها مشهد يكون موجود فيه الأشخاص اللي سمعت صوتهم. لكن المشكلة هنا أنك ما تعرف ولا واحد منهم، وعليك أنك تكتشف من هو صاحب الصوت وأيضا اسم الشخصية ووظيفته. اللعبة بتحطك في دور شخصية تزور سفينة قديمة اسمها أوبرا دين، وراح تعيش اللحظات الأخيرة اللي كانت موجودة لأفراد الطاقم في السفينة عبر مشاهد من الماضي. راح تسمع بس صوت الشخصيات قبل ما يطلع لك صورة المشهد، والهدف من اللعبة هو اكتشاف أسماء ووظائف كل أفراد طاقم السفينة، وراح تستخدم قدراتك في التحري والتحقيق فيها.
أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وإذا عندكم أي ألعاب ثانية ما ذكرناها اكتبوا تحت في الكومنت. كما كفت شيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة.